في النشرة: مواطن لبناني ونازحة سورية يحرقان نفسهما. صرنا رايحين على الأمم المتحدة شي 100 مرة، نروح نراجعهم فصلونا وما بيرجعونا، ما بعرف يعني وضع صعب. سوريا في قمة العرب، والجربة متحدثا بلا كرسي. يبعث برسالة بالغة الوضوح إلى الأسد الذي يترجمها على قاعدة اقتل اقتل والمقعد ينتظرك بعدما تحسم حرب. سليمان إعلان بعبدة في بيان القمة والتمديد من سابع المستحيلات. مصرع 30 شخصا في انقلاب حافلة في تايلاند. أهلا بكم. الأزمة السورية والإرهاب الضارب في المنطقة والقضية الفلسطينية عناوين مقلقة للقمة العربية التي انطلقت قبل الظهر في العاصمة الكويتية بمشاركة 13 رئيسا، بينهم الرئيس ميشيل سليمان الذي سيلقي كلمة لبنان عصرا. جلسة الافتتاح بدأت بانتقال رئاسة القمة من أمير قطر الشيخ تميم بن حمد إلى أمير الكويت الشيخ صباح الأحمد الصباح، وأبرز المتعاقبين على الكلام فيها إضافة إلى الأمير ولي العهد السعودي الأمين العام لجامعة الدول العربية نبيل العربي والمبعوث الدولي الأخضر الإبراهيمي ورئيس الائتلاف السوري المعارض أحمد الجربة الذي تحدث كضيف لا كمشارك رسمي، فيما بقي كرسي سوريا شاغرا، الأمر الذي انتقده الجربة قائلا إن إبقاء مقعد سوريا فارغا يبعث برسالة إلى الأسد الذي يترجمها على قاعدة اقتل اقتل والمقعد ينتظرك. وأضاف الجربة أن الرئيس الأسد كفن مقررات جنيف بترشحه لولاية رئاسية جديدة غير شرعية، مطالبا الدول الكبرى بالوفاء بالتزاماتها وتقديم السلاح والدعم للثوار. وفيما كان الجربة يلقي كلمته، انسحب عضو الوفد اللبناني وزير المال علي حسن خليل من قاعة المؤتمر انسجاما مع قناعاته والتزاماته بحسب ما كتبه على حسابه على تويتر. إلى ذلك علم أن مشروع القرار حول سوريا المرفوع إلى القمة سيدعو مجلس الأمن إلى تحمل مسؤولياته بعد فشل مؤتمر جنيف. وبعيدا عن القمة، أقدمت نازحة سورية على حرق نفسها أمام مكتب الأمم المتحدة في طرابلس احتجاجا على عدم تقديم المساعدة لها ولعائلتها. وفي البقاع الغربي أضرم صاحب محطة المحروقات النار بجسده احتجاجا على قرار بإخلاء المحطة، وقد نقل إلى المستشفى للمعالجة. أضرمت امرأة سورية تدعى مريم خولة النار في نفسها أمام مقر الأمم المتحدة في معرض رشيد كرام الدولي في طرابلس، وذلك احتجاجا على عدم وجود تقديمات ومساعدات لها ولعائلتها. وقام عدد من الموجودين بإخمادها ونقلت إلى مستشفى السلام، وقد أصيبت بحروق من الدرجة الأولى وهي بحالة حرجة. صرنا رايحين على الأمم المتحدة شي 100 مرة، نروح نراجعهم فصلونا وما بيرجعونا، ما بعرف يعني وضع صعب. شو بدي أحكي؟ حضرتكم منين؟ من الريف قمص. حروقها بنسبة 70% من مساحة الجسد، تلتهم تقريبا 25% درجة ثالثة، والباقيين من الدرجة الثانية العميقة. حروق بالبنزين هلا موجودة بقسم الإنعاش الخاص بالحروق الكبيرة، إن شاء الله نستطيع الإنقاذ. كذلك في عانا في البقاع الغربي أضرم المواطن فوزي نخلي صاحب محطة للمحروقات النار في نفسه احتجاجا على قرار بإخلاء المحطة كانت تنفذه قوى الأمن الداخلي، وعلى الفور حضر عناصر الدفاع المدني الذين عملوا على إخماد النيران، وتم نقل الضابط الذي كان يقف بالقرب من صاحب المحطة إلى مستشفى فرحات في جمد اللوز بسبب إصابته بجروح طفيفة، بينما نقل نخلي إلى مستشفى الشتورة للمعالجة. وإلى الكويت ننتقل مباشرة مع الزميلة كريستين حبيب التي تلخص لنا مجريات ووقائع أعمال القمة العربية التي بدأت أعمالها قبل الظهر. كريستين، إذا ماذا عن أبرز المواقف التي قيلت في جلسة الافتتاح للقمة والأجواء المرافقة للكلمات خصوصا فيما يتعلق بالأزمة السورية؟
كان هناك تعويل كاترين على اللقاءات الجانبية التي سوف تعقد على هامش هذه القمة العربية 25، ولكن لا يمكن الحديث عن لقاءات جانبية وازنة ومهمة، والدليل على ذلك هو مغادرة المندوب أو الممثل السعودي فور انتهاء الجلسة الصباحية لهذه القمة. الأمير سلمان غادر الكويت ولم يشارك في مأدبة الغداء التي أقامها الأمير الكويتي على شرف الحاضرين ورؤساء الدول. كان هناك وقع لافت للكلمة القطرية في القمة العربية، وصفت هنا على أنها كلمة هادئة ومتزنة على الرغم من التلميحات والرسائل المبطنة التي وجهها الشيخ تميم إلى كل من السعودية ومصر في هذه الكلمة. فيما يتعلق أولا بموضوع الإرهاب وأيضا في هذه الأزمة الخليجية المستجدة، إذن الأمير سلمان غادر ولم يلتقي الأمير تميم، وهو حتى لم يصفق لكلمة الأمير القطري مع انتهاء هذه الكلمة، ويبدو أن المساعي الكويتية للم الشمل الخليجي لم تنجح بما فيه الكفاية. الأمير الكلمة السعودية كلمة الأمير سلمان شددت على دعم المعارضة السورية وكانت شديدة اللهجة حيال النظام السوري، دعم مسلح للمعارضة السورية، هذا ما طلبت به الكلمة السعودية. أما الكلمات الأخرى فكانت أشد وطأة، أتحدث هنا عن الكلمة الكويتية، يعني لم تخض في التفاصيل السياسية للأزمة السورية، بقيت في الموضوع الإنساني، وهو الموضوع الإنساني الذي سينعكس على البيان الختامي لقمة الكويت أو إعلان الكويت. لن يكون هناك حديث في التفاصيل السياسية الداخلية السورية، إنما سيبقى الموضوع متركزا على ضرورة تأمين الأمن للشعب السوري وصولا إلى فرض الاستقرار على الأراضي السورية. كلمة أحمد الجربة ممثل المعارضة السورية كانت كلمة صاخبة جدا كما ذكرتم في المقدمة، وكما سبق ونشرت قناة الجديد فإن الوزير علي حسن خليل غادر خلال إلقاء الجربة كلمته. هذه الكلمة عبرت فيما عبرت، وبحسب كل المراقبين هنا الخلاصة من هذه الكلمة كانت رغبة أحمد الجربة، رغبته نيابة عن المعارضة السورية في أن يكون جالسا على هذا الكرسي السوري، ولكن هذا الكرسي السوري بقي فارغا دون جميع الكراسي الأخرى الخاصة بالقادة العرب. على كل حال هذه الكلمات لا سيما الكلمة القطرية الكويتية والسعودية سنستمع لها في هذا الشريط لنعود إلى تفاصيل إضافية حول القمة العربية. فإدعاءات النظام أنه موافق على الحل السياسي ما هي إلا تمويه مكشوف لا يتظاهر بتصديقه سوى من لا يريد أن يفعل شيئا إزاء فداحة الجريمة. لا يمكن أن تقضي الأسلحة الكيماوية وفوهات البنادق على تطلعات الشعب للحرية، إنها تطيل أمد المعاناة فقط، وهي ترفع الثمن الذي تدفعه سوريا كلها. نحن هنا جميعا ندين الإرهاب ولا خلاف في هذا الموضوع، وللإرهاب مفهوم محدد، إنه استهداف المدنيين بالقتل والترويع وضرب المنشآت المدنية لأغراض سياسية. ولا يجوز أيها الأخوة أن ندمغ بالإرهاب طوائف كاملة أو نلصقه بكل من يختلف معنا سياسيا. نعاني جميعا من ظاهرة الإرهاب التي تصاعدت مؤخرا تحت برائع وشعارات مختلفة دينية وعقائدية تهدف إلى قتل الأرواح البريئة وترويع الآمنين وتعطيل التنمية، والمستهدف هو أمن العالم واستقراره والبشرية كيانا ومكتسبات. والأيام أثبتت بأن خطر هذا النزاع المدمر قد تجاوز الحدود السورية والإقليمية ليهدد الأمن والاستقرار في العالم. إننا نستغرب كيف لا نرى وفد الائتلاف يحتل المكان الطبيعي في مقعد سوريا خاصة، وقد منح هذا الحق في قمة الدوحة من قبل القمة العربية. نامل أن يتم تصحيح هذا الوضع لاتخاذ قرار من شأنه يبعث رسالة قوية للمجتمع الدولي لكي يغير أسلوب تعامله مع الأزمة السورية. إن المملكة السعودية
تديم شدة كافة الأعمال الإرهابية أي كان مصدرها. مصدره لن تعلو جهدا في من جانبها في مواصلة التصدي لهذه الأعافة المقيدة. فدعوني أقولها بمنتهى الصراحة، إن إبقاء مقعد سوريا بينكم فارغا يبعث برسالة بالغة الوضوح إلى الأسد الذي يترجمها على قاعدة اقتل اقتل والمقعد ينتظرك بعدما تحسم حربك. هكذا يفهم النظام الرسالة ويترجمها عربيا. والسوريين يسألون، إذا كان الغرب تقاعس عن نصرتنا بالسلاح الحاسم، فما الذي يمنع أشقائنا عن حسم أمرهم حول مقعدنا بينهم؟ وأريد أن أضيف أن الواقع بات يفرض أن تسلم السفارات السورية في العواصم العربية إلى الائتلاف الوطني بعد أن فقد النظام شرعيته، ولم يعد للسوريين من يرعى مصالحهم في العواصم العربية. وأناشد أعضاء جامعة الدول العربية أن يعملوا مع الاتحاد الروسي والولايات المتحدة والأمم المتحدة من أجل اتخاذ خطوات واضحة لتنشيط مسار جنيف 2. دعوني أؤكد أنه ما من حل عسكري لهذا النزاع، لذلك أدعو مجددا لوقف تدفق الأسلحة على جميع الأطراف. ولا يجب أن ننسى التأثير السلبي الكبير للنزاع في سوريا على الدول المجاورة لها، فالمنطقة برمتها مهددة بأن يزج بها في هذا النزاع، ولبنان معرض بشكل خاص لهذه الأخطار. وفي هذا السياق فإنني أرحب بوحدة المجتمع الدولي في دعمه لأمن واستقرار لبنان، وأشير بشكل خاص إلى الدور الذي تقوم به كل من جامعة الدول العربية ومجموعة الدعم الدولية للبنان. علينا أن نتعامل بشفافية وواقعية وصراحة مع الأسباب الحقيقية لما تشهده العلاقات العربية من توترات تهدد مستقبل المنطقة ووحدة شعوبها ونمائها واستقرارها السياسي والأمني، وتنعكس بالسلب أيضا على الدور المناط بجامعة الدول العربية وقدرتها على التعامل الفعال مع الأحداث الكبرى التي تمر بها المنطقة. إن الأزمة السورية بأبعادها وتداعياتها الراهنة والمستقبلية تلقي بتأثيرات كارثية على مجمل الأوضاع في المنطقة، وأضحت بحق أكبر مأساة في القرن 21. من جديد كريستين، نعود إليك. ماذا عن كلمة رئيس الجمهورية المرتقبة عصر اليوم؟ في أي ساعة بالتحديد سيلقي هذه الكلمة؟ وهل أجرى الرئيس سليمان لقاءات جانبية بعد وصوله إلى الكويت؟ نعم كاترين، الجلسة ستتحول إلى مغلقة بدءا من الساعة 5:30 بتوقيت الكويت، 4:30 بتوقيت بيروت. خلال هذه الجلسة المغلقة من المفترض أن يلقي الرئيس ميشيل سليمان كلمته، هذه الكلمة التي ستتوقف عند عناوين عدة أبرزها دعم الجيش اللبناني وأيضا دعم لبنان لمواجهة أزمة اللاجئين السوريين. الرئيس سليمان التقى كل من أمير قطر الشيخ تميم بن حمد، وأيضا التقى الرئيس المصري والرئيس الفلسطيني هنا على هامش القمة العربية. لن يكون هناك نقل مباشر للجلسة بحكم أنها مغلقة في فترة ما بعد الظهر، ولكن بعد إلقاء الرئيس ميشيل سليمان كلمته سيوزع بيان عن هذه الكلمة، طبعا نوافيكم به. ولكن فيما يتعلق بإعلان الكويت أو البيان الختامي لهذه القمة، فهو سوف يعلن غدا بعد أن قيل أن القمة قد تقتصر على اليوم، ولكن اتخذ القرار بأنها لن تنتهي اليوم. هذه القمة العربية ستنتهي غدا بإعلان البيان الختامي، ولكن رئيس الجمهورية اللبنانية سوف يغادر هذا المساء بعد إلقاء كلمته. ينوب عنه غدا وزير الخارجية جبران باسيل للحضور في الجلسة الختامية، وأبرز عناوينها
التضامن العربي، تطوير العمل المشترك بين البلاد العربية ودعم الشعب السوري وصولا إلى الاستقرار. هذه هي العناوين الأساسية لإعلان الكويت، هذا الإعلان الذي فضل البقاء على النمط الهادئ وعدم الخوض في المواضيع وعدم تفجير المواضيع على طاولة البحث خلال هذه القمة العربية. ومن المفترض أن يغادر عدد من زعماء الدول هذا المساء على أن يكون البيان الختامي غدا بحضور وزراء خارجية هذه الدول العربية. على كل حال تفاصيل إضافية في النشرة المسائية في تقارير للزميل مالك شريف ولي من الكويت. شكرا لك كريستين، كنت معنا إذن مباشرة من الكويت. أهلا بكم من جديد. في قداس عيد البشارة البطريرك الراعي يتطرق إلى الاستحقاق الرئاسي. مترأسا قداس عيد البشارة في الصرح البطريركي بحضور حشد من المؤمنين، دعا البطريرك الماروني الكاردينال مار بشارة بطرس الراعي إلى الإسراع في إجراء الدورة الأولى من انتخابات الرئاسة. يرجو الشعب اللبناني المسلم والمسيحي بتنوع مذاهبه وفقا لاستطلاع للرأي أجرته في هذه الأيام شركة معروفة لبنانية. الشعب يرجو بأن يكون الرئيس الجديد رئيساً قادراً على تحمل مسؤولياته الوطنية بالشكل الفعلي، انطلاقاً من الثوابت الوطنية والهواجس الراهنة والأسس لبناء المستقبل الوطني، وصولاً إلى العمل الدؤوب على تحقيق الأولويات كما طرحتها المذكرة. هذا يقتضي الإسراع في إجراء الدورة الأولى للانتخابات في أقرب وقت ممكن لكي تتم العملية الانتخابية في المتسع اللازم من الوقت لإنضاج مثل هذا الرئيس. وأضاف الراعي لنحيد لبنان عن المحاور الإقليمية والدولية، مطالبا المسؤولين بإخراج لبنان من أزماته السياسية والاقتصادية. وبعد القداس تقبل الراعي التهاني من المشاركين في الذبيحة الإلهية ومن رابطة النوبين للرسالة والتراث التي قدمت له المجموعة الأولى المذهبة من زوادة النوبين. كشف رئيس الجمهورية ميشيل سليمان أن أعلان بعبدة سيدرج في البيان الختامي للقمة العربية، وأنه تلقى تأكيدا بذلك من الأمين العام للجامعة العربية نبيل العربي بعيد وصوله إلى الكويت مساء أمس. وقال سليمان في حديث إلى صحيفة المستقبل في الطائرة الرئاسية التي أقلته إلى قمة الكويت: إن التمديد غير وارد وأنا أصلا أرفضه، وكنت من أكثر المعارضين للتمديد لمجلس النواب، ولو كنت أريد التمديد لنفسي فعلا لما اتخذت المواقف التي أعلنتها في السنوات الأخيرة. وردا على أنباء تتحدث عن موافقة إيرانية على التمديد له مقابل التمديد للرئيس السوري بشار الأسد، قال سليمان: لم أسمع بهذه المعادلة، لكن في كل الأحوال لا يمكن أن يوافق حزب الله على التمديد، هذا من سابع المستحيلات. انطلقت اليوم المهلة الدستورية المحددة لانتخاب رئيس الجمهورية، والتي تمتد شهرين حتى 25 من أيار مايو المقبل. وفي هذا السياق ألف رئيس المجلس النيابي نبيه بري لجنة من كتلة التنمية والتحرير تضم النواب علي عسيران وميشيل موسى وياسين جابر للشروع باتصالات مع مختلف الأطراف لتأمين انعقاد جلسة لانتخاب الرئيس. وقال بري في أحاديث صحفية أنه لن يدعو إلى جلسات كالمرة السابقة لانتخاب رئيس الجمهورية وتكرار التجربة التي رافقت الانتخابات السابقة، لكنه سيعمل هذه المرة لتأمين أجواء لجلسة ناجحة، مشددا على أن الأولوية لديه ستكون لتأمين التوافق على حضور ثلثي النواب جلسة انتخاب الرئيس. في الجنوب أقدمت قوة للعدو الإسرائيلي قوامها 12 جنديا على تخطي السياج التقني قبالة بلدة عيترون عند 8 من صباح اليوم. وأفاد مراسلنا أن عددا من جنود الاحتلال قاموا بإجراء تفتيش دقيق مستخدمين كلبا بوليسيا في منطقة متنازع عليها من دون تخطي الخط الأزرق، ومكثت لفترة من الوقت قبل أن تعود إلى موقعها خلف السياج الشائك.
أكد رئيس أركان القوات الدولية الجنرال توتوس التزام اليونيفيل تطبيق القرار 1701 بفضل التنسيق والتعاون الوثيق مع الجيش اللبناني. وخلال تمثيله القائد العام لليونيفيل في حفل التسليم والتسلم بقيادة قوة احتياط قائد اليونيفيل الفرنسية، أشاد توتوس بالدور الذي تلعبه وحدة الاحتياط الفرنسية في مهمة حفظ السلام في جنوب لبنان بفضل طبيعتها المتحركة وحرصها على تعزيز العلاقات مع السكان المحليين، كما نوه بالعلاقة القوية مع الجيش اللبناني التي ظهرت جليا من خلال التدريبات المشتركة. وبعد استعراض الجنرال توتوس الفرق المشاركة في الاحتفال، جرت عملية التسلم والتسليم، واختتم الاحتفال بعرض عسكري رمزي لقوة احتياط القائد العام الجديدة بقيادة الكولونيل تشاربي. أهلا بكم من جديد. معارك كسب مستمرة بين المسلحين والجيش السوري، ومقتل 40 مقاتلا من جبهة النصرة، والمعارضة تعلن سيطرتها على قرية ومنفذ بحري في ريف اللاذقية. تواصلت المعارك العنيفة في كسب الواقعة في ريف اللاذقية والمعروفة بأنها معقل النظام السوري بين المسلحين والجيش العربي السوري، حيث أفاد التلفزيون السوري أن وحدة من الجيش ألقت القبض على 12 مسلحا من جبهة النصرة وكتيبة التركمان حاولوا التسلل إلى ما يعرف بالنقطة 45 قرب كسب في ريف اللاذقية الشمالي. كما أفاد عن مقتل 40 عنصراً من جبهة النصرة خلال الاشتباكات مع الجيش السوري. وبعد الرصد والمتابعة الدقيقة، قامت وحدة من الجيش بتنفيذ كمين محكم لمجموعة مسلحة في الريف الجنوب شرقي من حماة، وقضت على متزعمي ما يسمى مجموعة صقور البادية وصادرت أسلحتهم. وفي الإطار نفسه تحدثت المعلومات عن أن الجيش السوري أسقط منطاداً تجسسياً تركياً فوق منطقة التلا في ريف اللاذقية الشمالي، وأنه أحكم سيطرته على جبل النسر الاستراتيجي قرب كسب بعد معارك عنيفة مع المسلحين، وعن مقتل قياديين من جبهة النصرة في كسب وهما من الجنسية السعودية فهد فرحان وصالح غنام خلال المعارك مع الجيش السوري. وفي المقلب المعارض وغداة سيطرة المعارضة على بلدة كسب ومعبرها الحدودي مع تركيا، أفاد المرصد السوري لحقوق الإنسان أن مسلحين معارضين سيطروا على قرية السمرة في محافظة اللاذقية ومخفر بحري تابع لها في شمال غربي البلاد، في حين نفى مصدر أمني سوري لوكالة فرانس بريس سيطرة المقاتلين على القرية، مشيرا إلى أن القوات النظامية توجه ضربات قاسمة لمقاتلي المعارضة. أفيد منذ قليل عن سماع إطلاق نار في محيط المدينة الرياضية في بيروت، تبين أنه ناجم عن إشكال فردي في مخيم شتيلة بين شخصين من آل شمة. اسم جديد لقمة الثماني وروسيا خارجها. بات لمجموعة الثمان اسم جديد. المجموعة التي تضم الدول الصناعية الكبرى في العالم أصبح اسمها مجموعة السبعة بعد خروج أو إخراج روسيا منها. وهكذا بقيت كل من الولايات المتحدة الأمريكية وبريطانيا وإيطاليا وألمانيا وفرنسا وكندا واليابان في المجموعة بعدما جرى استبعاد روسيا على خلفية تدخلها في جزيرة القرم. هذا القرار الذي أتى جماعيا على هامش قمة حول الأمن النووي في لاهاي استتبعه إلغاء قمة مجموعة الثماني التي كان من المقرر عقدها في حزيران المقبل في سوتشي واستبدالها باجتماع في بروكسل للدول السبع. لم تصادق المجموعة على قرار نهائي باستبعاد روسيا بعد، التي انضمت إلى المجموعة عام 97، لكن يبدو أن سياق التضييق على موسكو مستمر في وقت يؤكد القادة الغربيون دعمهم لحكومة كييف ورفضهم لضم القرم إلى روسيا. وتمثل المجموعة التي أنشئت عام 74 65% من اقتصاد العالم وأغلبية القوى العسكرية، وتتضمن أنشطتها مؤتمرات على مدار السنة ومراكز بحث سياسية تتجمع في القمة السنوية التي يحضرها زعماء الدول الأعضاء، مع العلم أن العديد من التظاهرات المنددة بسياسات القمة كانت ترافق فعاليات انعقادها.
في تايلاند قتل ما لا يقل عن 30 شخصا وجرح أكثر من 20 آخرين بسقوط حافلة في واد شمال البلاد. وذكرت مصادر الشرطة المحلية أن فرامل الحافلة تعطلت عندما كانت تسير نزولا من أحدى التلال، وقد اصطدمت بحاجز من الإسمنت على جانب الطريق ثم سقطت من علو 150 مترا، ما أدى إلى تحطمها وسقوط ركابها بين قتيل وجريح. كان في هذه النشرة: مواطن لبناني ونازحة سورية يحرقان نفسهما. صرنا رايحين على الأمم المتحدة شي 100 مرة، نروح نراجعهم فصلونا وما بيرجعونا، ما بعرف يعني وضع صعب. سوريا في قمة العرب، والجربة متحدثا بلا كرسي. يبعث برسالة بالغة الوضوح إلى الأسد الذي يترجمها على قاعدة اقتل اقتل، والمقعد ينتظرك بعدما تحسم حرب. سليمان إعلان بعبدة في بيان القمة، والتمديد من سابع المستحيلات. مصرع 30 شخصا في انقلاب حافلة في تايلاند. بهذا نأتي إلى ختام النشرة، شكرا وإلى اللقاء.